حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه وعيد مبارك سعيد الحبيبات ديالي. اليوم جيت نقدم لكم واحد الاكله خفيفه وظريفه كيتونيه. شنو كنحتاج في المقادير؟ عندي هنا جوج دنجالات اللي خبيتهم، هانتوما، ودرتهم في الماء والحامض والملحه وحطيتهم. وعندي هنا شويه ديال الكفته، هذه البنات غادي نديرها حتى هي غريسات بوحديته. عندي الفلفل الاحمر مقطع قطع صغيره، وداك الداخل ديال الدنجال هنا، وشويه الشامبينيو خضر كونجلي. عندي شويه ديال الثومه مدقوقه مطحونه مع الملحه وشويه الزيت البلديه، كانت عند كنديرها في الكونجيلاتور البنات. عندي شويه ديال المعدنوس بزيت البلديه والملح حتى هو مدقوق مطحون، شويه ديال الزيتون اخضر. عندي هنا عصير حامضه صغيره، عندي هنايا شويه ديال الفرماج مازدا محكوك، وهنا عندي الموتزاريلا، عندي محكوكه البنات وشويه طريف خليته احتياطي. توابل، التوابل عندي هنايا الشاونيه، كمون، الابزار، السودانيه، وبودره الثوم، وخصنا زيت البلديه طبيعه الحال باش غادي نحمروا ونشحروا هاد المحتويات. هانتوما معايا حبيباتي. كان حبيباتي كما كتشوفوا كنشحر شويه ديال البصيله، نص بصيله صغيره نسيت ما قلتها لكمش، كنشحرها بزيت البلديه والملحه دابا غادي نرمي عليها التويمه. وغادي نرمي الفلفل والبوتنجان، كل شيء متساويات. غادي نخليهم يتعرقوا البنات، بعدا ندير لهم العطريه كي ينزلوا شويه، غندير لهم العطريه. ها انتما معايا حبيباتي. حبيباتي انا بديت هاد الشرميله تعرق، راه قريب الطيب. ها انتما البنات درت فيها التوابل كامله، وداك المعدنوس، ديك الثومه، هي دابا قريبه الطيب. دابا رميت فيها كلشي الخضر، خليتها نزلات هبطت كامله، ما درت لها لا مرقه لا والو، كطيب غير بالزيت البلديه راكو شفتو، الملح والتوابل. بالنسبه عاد من بعد ندير لها شويه القزبر وندير لها شويه الحامض. ودابا غادي ندهن، غادي ندهن بالزيت هاد الدنجال من برا. عرفتوا علاش كندهنو؟ باش يطيب، حنا ما ندير فيه لا مرقه لا والو. ودرت داخل في الصني دهنتو بالزبده باش يتعسل فيه، وهذا حتى هو دهنتو بالزيت البلديه باش غادي يطيب حتى من الداخل الا بغيتو دهنو، ماشي مشكل. حيت غادي ندير فيه عاد طريفه الزبده لتحت، عاد ندير له الشرميله، نعمرو بالشرميله وندير له لا موتزاريلا والفرماج من الفوق، كيجي بحال شكل ديال البيتزا تاع البنات. اذا صافي، انتم شفتوا دهنتهم كاملين برا ومن الداخل، ورميت شويه ديال الطريفه ديال الزبده لداخل في الصني، وغادي نخليه باش نعمرهم وغادي نديرهم في الفران. كتجي واحد الاكله كيتونيه هائله البنات. ها انتم معايا. اذا الان حبيباتي رميت داك زويتنه الخضرين، دابا غادي نرمي الحامض، عصير الحامض، حيت ضروري في الكيتو خصنا شويه الاملاح. بوتاسيوم كناخدوه من الزيتون، من الحامض مسيار، من الخيار مسيار، ومن الملح بطبيعه الحال. دابا تعرفوا شويه البنات شنو غادي ندير، غادي نرمي فيه وريقات هكا ديال المعدنوس كاملين، ما غاديش نقطعهم باش يبانو. ومن بعد نزيد الفوق، شفتوا كي درت لهم،
هاي هكا هاي الوريقات. غادي يدبلو يطيحو يدبلو. صافي حيت راه فيه المعدنوس مطحون مع الثومه والزيت البلديه والملحه. دابا هذا غير باش يدير لي الالوان عاد غنديرو فوق من الماء. اذا سالي دابا غادي نعمر الدجاج ديالي باش ندخلو في الفران. اذا هنا دابا غادي نجيب ديك الموتزاريلا وغادي ندير لها هكا. شفتوا كي درت لها البنات خلطتها مع الحشوه حيت عاد غنزيد لها شويه حيت مازال عندي هنا واحد الطريف غادي نطحنو. دابا غندير شويه الفرماج لتحت ندردرو هكا على بداخل. صافي صافي غادي نعمرها. بعد غادي نقاد الفوليوم على كل وحده كيجي الدنجة معمر بالخضر الفرماج. ما بغيتش ندير فيه الكفته حيت الكفته بغيت ناخذها صغيرات نديرهم غريسات باش ما تجيش عامره بزاف بالبروتينات. بغيت هاد تجيني فيها غير الدهنيات والخضر. فوالا غادي تقفل بالفرماج. هنا البنات راه كتجي بنينه 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 وكتاكلوا الخضر. هذه ما تصلحش غير الريجيم يعني الكيتونير صلاح حتى اكله عاديه. انا ما بغيتش الدجاج يجي طايح ما درتلوش نص طايبه ولا درته مباشره خضر. هاد الخضره غادي تطلق ليدام ديالها ودي تطلق المريقه ديالها حيت غادي تطيب. اذا دابا البنات ما نضيعوا حتى حاجه. اذا غادي ندير الفرماج ديالي نزيد له عاد الموتزاريلا. غادي نحكها شويه ديك الساعه نزيدها فوق داك الفنجان خصني تعرف باش يجي ميدم واخد حقو ليدام ديال البروتين ديال الدهنيات. حيت راكو عارفين هاد الريجيم راه كيعتمد على الدهنيات كتر من شي حاجه اخرى. النسبه الدهنيات هي اللي فيه بزاف. انا ما غاديش ناكل داكشي كامل ديال الدنجال حيت غدا العيد دونك انا ما غاديش خصني ناكل غير شويه ديال هذا. وبغيت نوجد الغدا غير مع كبيده شويه الكبيده صافي. دابا ندير له الموتزاريلا نزيد له
حيت غدا ما يكونش عندنا الوقت، شويه غنتغدى به اليوم شويه نخليه للعيد. حيت في العائله غير انا اللي كندير هذا الريجيم بوحدي، صافي البنات ساليت. دابا غادي ندير شويه ديال الزبيده، زبيده بلديه البنات باش تذوب معاه. انهيت ودابا غادي نزوق بشويه ديال وريقات قزبر. صدقوني راه كيجي زوين البنات، كيجي لا في الديكور ولا في المذاق. صافي وكتاكليه مع الاخر مع طريف ديال الكفته، تقدي تاكليه غير بوحدو بلا ما ديري معاه الكفته، انت حره. يعني ماشي بالضروره غادي ديري معاه البروتينات حيت راه كاين الفرماج بروتين. انا القزبر بغيت نديرو غير هكا وريقات، ما بغيتش بغيتو يبان وهكذا. دابا البنات غادي ندير له الومنيوم، غادي ندير له الورق طهي وعاد ندير له الومنيوم البنات، غادي ندخلو الفران. تنسالي كيطيب وغادي نوريه لكم. صافي حبيباتي وهو لو بلا ديالنا واجد، شوفوا كي جا مازال سخون، قرب لكم ليه مزيان، شتو كي جا غزال نجان معمر بالخضر. دابا غادي نهز وحده باش نتغدى بها وطابه البنات، واخا درتو خضر وطلق لاصوص ديالو شتو. إذن هذا هو الغداء ديالي، غادي نتغدى حبيباتي. حقكم في الجنة عزيزاتي، حقكم في الجنة. هذا هو الغداء ديالي اليوم، الله يجعل شي بركة. حقكم حبيباتي في الجنة، وهذا غنخليه الغداء للعيد، غنتغدى به مع شوية ديال القطبان. يلا حبيباتي مع السلامة، عيدكم مبارك سعيد.